شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. البحث حول التوبة بحث واسع ومتشعب الأطراف، وتشترك في هذا البحث مجموعة من العلوم. هذا البحث له تعلق بعلم الفقه، وله تعلق بعلم الكلام، وله تعلق بعلم الأخلاق، وله تعلق بعلم النفس، وله تعلق بعلوم أخرى. لا يمكننا في هذه العجالة أن نستوعب جوانب هذا البحث المتشعب، ولكن نكتفي بالإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى: هنالك نوع من أنواع التقابل بين مفهوم التوبة ومفهوم الإصرار. الله تعالى يقول في هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة. الفاحشة يعني الذنب الذي تجاوز الحد. أكو هنالك بعض الذنوب، ذنوب صغيرة، وأكو هنالك بعض الذنوب كبيرة. الفاحشة: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني الذنب الذي يتجاوز الحد. الذنب الكبير الذي يتجاوز الحد يعني القتل، هذا الذنب جدا عظيم.
الذنب الذي يتجاوز الحد يعني الزنا والعياذ بالله، هذا الذنب متجاوز للحد. الفاحشة يعني الغيبة، ولو عندنا فتشي معتاد وعادي، ولكن هي من الذنوب الكبيرة التي تهدم دين الإنسان وتهدم دنيا الإنسان وتقوض أركان المجتمع. فالقتل، الزنا، الغيبة، التهمة، النميمة، هذه كلها من الذنوب الكبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي نوع من أنواع الظلم الذي لا يبلغ حد الفاحشة، بعض الذنوب الصغيرة التي ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كأن هذا الذنب صاير في حالة غفلة. الإنسان الذي يذكر الله، يستحضر عظمة الله، يستحضر الجنة والنار، هذا كلش بعيد أن يقدم على المعصية. الإنسان عندما يقدم على المعصية يقدم وهو غافل عن الله سبحانه وتعالى. هسه الإنسان تورط، سوى معصية من المعاصي، الإنسان المتقي ذكر الله، هذه صفات المتقين، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الشاهد في هذه الكلمة ولم يصروا على ما فعلوا، كأنه أكو في الآية نوع من التقابل بين مفهوم التوبة ومفهوم الإصرار. أحياناً واحد يسوي ذنب بعدين يتذكر ويستغفر ويتوب، وأحياناً لا، يستمر في الذنب، في البيت يسوي الذنب، في الدكان يسوي الذنب، عندما يجي للديوانية يسوي الذنب، مصر على هذا الذنب، الصبح يسوي هذا الذنب، الظهر يسوي هذا الذنب، بالليل يسوي هذا الذنب، هذه حالة إصرار. هذا الإصرار على الذنب من الأشياء الخطيرة. ولم يصروا على ما فعلوا، موقف التوبة والاستغفار وموقف الإصرار، أمران متقابلان. ومنذ بداية الخليقة أكو هنالك نموذجان لهذين الخطين، خط الاستغفار وخط الإصرار. نموذج يمثل هذا الخط ونموذج يمثل ذاك الخط. الشيطان أذنب وآدم أذنب، أبونا آدم عليه السلام. طبعا ذنب الشيطان يختلف عن ذنب آدم، ذنب الشيطان كان بالمعصية الحقيقية، بينما ذنب آدم كان بالمعصية النسبية. وقد شرحنا ذات مرة الفرق بين المعصية الحقيقية والمعصية النسبية. آدم سرعة تاب إلى الله سبحانه وتعالى، عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها سقطت الحلل اللي كانت على بدنه،
وجاء جبرائيل وكان على رأسه تاج، فأخذ هذا التاج من رأس أبينا آدم. وجاءه الخطاب من الله له ولزوجته، إهنان مو مكان من عصاني، لا يسكن في جواري من عصاني، اطلعوا. هذا مو فقط لآدم، كل إنسان يفعل معصية هذا مطرود عن ساحة الله، هذا مطرود عن قرب الله سبحانه وتعالى. الله أخرج آدم من الجنة، آدم تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الشيطان أيضا سوى معصية، ولكن الشيطان أصر على موقفه، وإلى هذا اليوم الشيء اللي يظهر من بعض الروايات أو بعض الأشياء المنقولة، حتى في هذا اليوم إذا الشيطان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الشيء اللي يظهر من بعض الكلمات وبعض الآيات والروايات أن الله يقبل توبته، ولكن أصر على ذنبه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مصر، وسيبقى مصرا إلى يوم القيامة. هذا موقف الاستغفار، وهذا موقف الإصرار. نتيجة موقف الاستغفار ذاك اشتباه ربه وتاب عليه، ونتيجة موقف الإصرار شنو كان؟ أن الله تعالى خاطب الشيطان وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الإنسان خو إحنا مو معصومين، واحد يسوي ذنب، ولكن المهم أن لا يصر على هذا الذنب. إذا مر نظر إلى الأجنبية التي جاءت إلى دكانه، مو اليوم يسوي هذا العمل وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة إلى الأخير، لا، مر نظر الأجنبية انتهت القضية. ينقل في هذه الآية المباركة أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسمه نبهان التمار، رجل يبيع التمر الظاهر في المدينة المنورة، اسمه نبهان أو نبهان. هذا الرجل كان يبيع التمر، هذه القضية كثيرا ما تتفق لأصحاب المحلات. فجاءته امرأة يبدو حجابها ما كان حجاب كامل، فنظر إليها وأعجبه جمالها، فقام إليها، الشيطان قشمرة، وضمها وقبلها، ثم بعد ذلك انطبق ما في الآية، ذكر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى. شهوة ساعة تعقبها حسرة إذا واحد مات، فتندم على هذا الفعل، وكل المعاصي فيها ندم. واحد يجي للبيت عنده مشكلة في التجارة، في العمل، في الوظيفة، يجي للبيت ويسوي نزاع في البيت وصياح وجدال بعدين يتندم على ذلك، ليش سويت هذا العمل؟ واحد يقوم بمحرم يغضب الله سبحانه وتعالى، بعدين بعد انتهاء الفترة يفكر ليش سويت هذا العمل؟ شنو حصلت من هذا العمل؟ إلا لذة قليلة انتهت. فتندم هذا الرجل نبهان التمار، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له القضية، فنزلت هذه الآية المباركة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني هاي المرة فقط، وأنه اليوم هذا يسوي هذا العمل وبكرة وبعد بكرة، مرة واحدة وينقطع وينقلب. هذا البحث الأول، وهو التقابل المأخوذ في هذه الآية الكريمة بين مفهوم الاستغفار ومفهوم الإصرار. البحث الثاني، طريق التوبة. الذنوب التي يفعلها الإنسان على نوعين. النوع الأول الذنوب التي بينه وبين الله. التوبة من هذه الذنوب مضافا إلى الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود إليها. التوبة بالتدارك إن كان لها تدارك، يعني بعض المحرمات ما بها تدارك، مثل واحد مثلا سلم علي أنا ما جاوب السلامة، هذا ما بي تدارك كما يظهر من كلمات الفقهاء. الإنسان كذب كذبة ما إلها أثر في المجتمع، لا كذب، هذا ما بيتدارك. ولكن بعض الذنوب فيها تدارك، الإنسان يجب عليه الصلاة، ما صلى صلاة الصبح، وعندما يقوم من النوم يقضي صلاته. وأتبع، هذا في الحديث، وأتبع السيئة الحسنة. واحد إذا سوى سيئة يسوى حسنة بعدها تمحها، الله واسع كريم يقبل التوبة من عباده. واحد قام المنبه نبهه، قام وسد المنبه، ما قام لصلاة الصوم كما يفعله كثير من الشباب، وهذا ذنب. عندما يقوم يستغفر الله تعالى ويقضي صلاته، وإذا يسوي حسنة أيضا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الله يقبل التوبة. الله مو مثلنا متشددين، إذا واحد سوى بالنسبة لنا فد خلاف ما نتوقع نظل إلى 20 سنة 30 سنة نتذكر هذا، حتى عندما يموت نتذكر اللي هذا هو اللي سوى فلان شيء. لا، الله واسع كريم. فالإنسان إذا سوى معصية فيما بينه وبين الله يتداركها. زكاة ما مطي، هاي من المسائل هواي مبتلى بها هنا. الناس اللي عندهم نخيل يملكونها وعندهم تمر، إذا هذا التمر بلغ النصاب الشرعي المذكور في الكتب الفقهية تجب عليهم الزكاة. الزكاة واجب، الزكاة في الحنطة، في الشعير، في التمر، في الزبيب، في الذهب، في الفضة، في الإبل، في البقر، في الغنم، في 9 أشياء. فالناس اللي عندهم تمر إذا بلغ النصاب واجتمعت الشروط الشرعية يجب عليهم الزكاة، وما كان ملتفت إلى هذه المسألة، الآن يسوي، الآن يتدارك. هذا النوع الأول. النوع الثاني، الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول: لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف، ولو كف بكف. كف بكف يعني شنو؟ ذكروا احتمالات، من جملة الاحتمالات واحد ضرب بكفه على كف إنسان. الله لا يجوز عن هذا، هذا ظلم.
لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف. تمسح يدك على واحد مو راضي هذا حرام، تصرف، تأخذ عباية إنسان تضعها بين يديك هو مو راضي هذا حرام. ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، حتى في عالم الحيوانات لعله يظهر من هذه الرواية أن حتى الحيوان إلى الدرجة من الوعي والشعور. الشاة اللي إلها قرن تنطح شاة لا قرن لها، ليش؟ هذا ظلم. ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، يعني هذه الدقة. الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد على ثلاثة أنواع، هذا القسم الثاني. قسم منها يتعلق بالمال، خدامة في بيتنا ما أعطيناها فلوسها بس عمدا أو مو عمدا، عمدا ما أعطيناها، هذا ظلم. أن هذه الخادمة كافرة أو مسلمة هذا ما يأثر في الحكم، بالنتيجة هذه إنسانة محترمة، عمل المسلم والكافر محترم، حتى الكافر غير الحربي عمله محترم. أو لا، سافرت في إبان الاضطرابات وانقطع خبرها عنها، هذا عليه السؤال. أنا ذمتي مديون، ذمتي مشغولة بهذا المال. القضايا المالية جدا دقيقة. الشيخ عبد الكريم الجزائري أحد كبار العلماء في النجف الأشرف، كان يمكن قبل 80 سنة، يقول في يوم من الأيام طرقت الباب، باب البيت، فجئت إلى الباب وشفت عند الباب الشيخ علي القمي. الشيخ علي القمي من أكابر الزهاد المقدسين، كان معروف النجف الأشرف بالزهد والعبادة والتقوى. فتحت الباب فأعطاني مال الشيخ علي القمي، قال هذا طلبك اللي تطلبني. الشيخ علي القمي كان مقترض من الشيخ عبد الكريم، هذا طلبك. فقلت له تفضل اشرب القهوة، اقعد. شرب القهوة ايش قد يطول؟ دقيقتين، 3 دقائق، كم دقيقة؟ قلت تفضل. قال لا يجوز لي ان ادخل. قلت لي ليش؟ لا يجوز لي ان ادخل، يعني حرام ان ادخل. قال لاني مطلوب الى انسان اخر، وانا الان قادر على اداء الدين، لازم اول اروح اؤدي الدين الى ذاك الانسان الاخر، بعدين اجي اقعد عندك اشرب القهوة حتى بهذا المقدار. يعني كم دقيقة يتأخر؟ أفرض 4 دقائق. الشيخ علي القمي الزاهد المقدس العابد ما كان يجيز لنفسه أن يتأخر مثلا 4 دقائق أو 10 دقائق. الآن أنا أقدر أؤدي الدين، فورا لازم أؤدي الدين. أنتوا راجعوا العروة الوثقى كتاب الصلاة في صلاة المسافر، مجموعة من العلماء قائلين إذا واحد مديون ويتمكن أن يؤدي دينه في الحضر وما يتمكن يؤدي دينه في السفر، يحرم عليها أن يسافر إذا حل وقت أداء الدين والطرف مو راضي. مرة وقت الدين لم يحل بعد شهر، مرة الطرف راضي، مرة لا، حل الموعد والطرف مو راضي مطالب، وأنا أقدر على أداء المال في الحضر وما أقدر على أداء المال في السفر، ذاكريني يحرم علي السفر، سفر معصية هذا. وإذا سافر سفر المعصية شنو حكمه؟ قصر له تمام الصلاة فيها، الصلاة في سفر المعصية تمام. هذه الهدية من الله وهي القصر، هذا الإرفاق لا يستحقه العاصي بسفره. وراجع العروة، بعض العلماء مستشكلين في المسألة فاحتاطوا بالجمع بين القاصر والتمام، يعني الدقة إلى هذا الحال.
إذا واحد مشغول ذمته ولو بدرهم يأتي. إذا ما يعرف الطرف انقطعت أخباره، فقد الأمل، يتصدق بهذا المال بنية صاحبه بإذن الفقيه، تبرأ ذمته بذلك. هذا المال ايش قد مقداره؟ مثلا 100 دينار، ما عنده أمل بالوصول إلى صاحبه، يأخذ هذا المال، يستأذن الفقيه ويعطيه للفقير بنية أن يكون الثواب لصاحب المال. هذا النوع الأول، الذنوب التي تتعلق بالمال. النوع الثاني، الذنوب التي تتعلق بالنفس. يعني واحد قاتل واحد والعياذ بالله، سقاتل، هذا مثال بعيد عنه، صفع ابنه، هاي جناية، هاي جناية، واحد يصفع ابنه، هاي جناية، هذا ظلم، هذا حرام. ولعله من الذنوب الكبيرة إذا صفعه على هذا الأب، على هذه الأم، على هذا الولد، الدية. إذا الابن الأكبر مثلا صفع الابن الأصغر، دية عليه، هاي ذمته مشغولة. إذا احمر وجهه باللطم، يعني لطمه فاحمر وجهه، لازم يطيل دينار ونصف ذهب، وكل دينار يعادل وزن 18 حمصة. المثقال الفعلي عند الصاغة 24 حمصة وزنا، يعني المثقال الشرعي عبارة عن 18 حمصة، يعني 3/4 المثقال الصيرفي يمكن يصير 13 دينار مثلا، 14 دينار كل دينار ذهب، ما أدري بالضبط، واحد قبل فترة قال لي يعادل تقريبا 13 دينار الدينار. فإذا احمر وجهه باللطم لازم يطيل الدينار ونصف، مديون هذا لا. إذا اخضر وجهه باللطم وبالضرب لازم يطيل 3 دنانير ذهب. إذا اسود وجهه بالضرب لازم يطيل 6 دنانير ذهب. إذا خرج الدم له دية. إذا أوغل في اللحم له دية. الدامية، المنقلة، الهاشمة، المأمومة، هذه كلها الفقهاء ذاكريها في الكتب الفقهية في كتاب الديات. فالنوع الثاني الذنوب التي تتعلق بالنفس لازم واحد يؤديها. النوع الثالث الذنوب التي تتعلق بالعرض، يعني مزق كرامة واحد، اغتاب واحد، اتهم واحد، هذا الذنب متعلق بالعرض، يعني بالكرامة، بالحيثية الاجتماعية، بالكرامة الاجتماعية، يستحله، يروح يمه يطلب منه الحلية، بس مو لازم يقول له تفصيلا أنا شنو قايل، يقول له أنا قايل أشياء في حقك فاعف عني. إذا الاستحلال في مفسدة، ذاك الطرف من النوع المتعنت المتشدد يمكن يسبب فتنة وفساد، يستغفر الله لنفسه ويستغفر الله له. هذا هو الإنسان الآن يسوي هذه الأعمال. إذا أكو ذنب بينه وبين الله، أو ذنب أكو بينه وبين الناس يتعلق بأموالهم أو بنفوسهم أو بأعراضهم، الآن يسوي. واحد بالليل عندما ينام، ينام مطمئن البال، مرتاح الخاطر،
هذا أول جزاء الله للإنسان المتقي، الإنسان المواضع. بالنتيجة الإنسان، إحنا مؤمنين، الإنسان المؤمن الذنب يأرق يأذي بالليل عندما ينام، يفكر في هذه الذنوب، يمكن بعد 20 عام يفكر في هذا الذنب. فإذا استغفر وتدارى هو يرتاح. واحد ينام بالليل وماكو في ذمته شيء لأحد، على قول ذاك العالم كان كاتب في وصيته: لا أطلب أحدا ولا يطلبني أحد. مرتاح، كاتب لابنه أنه لا أنا أطلب واحد ولا يطلبني واحد. خفيف، خفيف المؤونة، خفيف الحين. النبي صلى الله عليه وآله ذات مرة كانت عنده 12 كيلو شعير أو حنطة أو ما أشبه، فجاء إلى المسجد ووزعها على الفقراء. مضمون الرواية 8 كيلوات وزع وبقيت 4 كيلوات. إيش قد قيمة 4 كيلوات حنطة أو شعير؟ وفرضوا دينار. النبي صلى الله عليه وآله ما كان مرتاح في تلك الليلة، كان قلق في تلك الليلة. الصبح عندما صار اجى الى المسجد، شاف فقراء اعطوهم هذه الكيلوات الاربع وارتاح. هذا تعليم لنا، يعني حتى الانسان ما تبقى في ذمته 4 كيلوات حنطة او شعير. فالانسان اذا اكو ذنوب يحاول ان يصفيها. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طلب منا بعض الإخوة أن نذكر مسألة شرعية. هنالك في صلاة الجماعة 4 مستحبات الفقهاء يذكرونها. المستحب الأول إقامة الصفوف. إقامة الصفوف يعني أن لا يكون صف طويل وصف قصير، لا، الصفوف كلها تكون متساوية كأسنان المشط. هذا المستحب الأول، إقامة صفوف. الشيء الثاني الذي يذكره الفقهاء اعتدال الصفوف، يعني صف يكون عدل، ألا يكون أعوج. هذا الثاني. المستحب الثالث سد الفرج، يعني مو أنه الصف القبلي ما مكتمل واحد يجي في الصف اللي بعده، إذا أكو خلل، أكو هنالك فراغ في صف، واحد يملأ هذا الصف. إقامة الصفوف، اعتدال الصفوف، سد الفرج، المحاذاة، لاحظوا الدقة، بين المناكب، يعني حتى واحد منكبه لا يكون متقدم على منكب الثاني أو متأخر عنه. الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان، يعني لا يستولي عليكم الشيطان، يعني اللي يترك هذا كأنه استولى عليه الشيطان. صلاة الجماعة مظهر من مظاهر نظم الإسلام، نظام، نظام في كل شيء. الإنسان لازم يكون منظم في صلاته، في صيامه، في حجه، في جماعته. أما أنه صف ممتلئ وصف غير ممتلئ، وواحد ينادي بأعلى صوته، واحد قاعد، واحد كذا، هذا خلاف ما قرره الإسلام في صلاة الجماعة. الإنسان يجب أن يكون منظماً، وصلاة الجماعة ينبغي أن تكون مظهراً
من مظاهر النظام في حياة الإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.